طيب الهداف، هداف اسمه جان، رغم ان العين لا يمر في فتره ايجابيه، رغم ان العين مش في افضل لحظاته او في افضل حالات الفنية، إلا أن اسمه جيان هو الهداف حاليا، 16 هدف، متصدر قائمة الهدافين وللسنة الثالثة على التوالي إلى الآن. الحمد الغريب في الأمر مش العين اللي الوحيد اللي مش في مستوى، هو اللاعب نفسه مش في مستوى، وفوق هذا هدف، فوق هذا هدف 16 هدف، يعني أكيد هذا كله يتكلم على اللاعب، ولكن اللي همنا في 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 جيان أنه موفي للعادة، الكرات العالية 18، التحرك الجيد، يتحرر من الرقابة بطريقة جيدة، أكيد استغل بدرجة كبيرة وجود عمر وراه في نص الملعب، صاحب أكثر أسيست في الدوري، وحتى أفضل أسيست عمر مش في مستوى طبيعي، يعني حتى عمر أفضل أسيست إلى الآن مش عمر السنوات الماضية. ليش احنا نقول دائما في التقييم ما يلزمش الواحد يكتفي بالموجود؟ الأهلي يمكن الواحد يكون راضي ويقول والله الأهلي أحسن فريق، هو متصدر وعنده كل شيء، بس احنا عندنا قناعة أنه عنده ما أكثر العين، وجيان وعمر مثلا نفس الشيء، عندهم ما أحسن بكثير من هذا. صحيح. جيان كرة ثابتة تحت الرقابة، يهرب من الرقابة بطريقة متميزة جدا، يسجل بكل الطرق، كرة ثابتة، ضربة الجزاء، يهدر وما عندوش مشكل يعيد ينفذ ويسجل، شخص يعني روح اللاعب عالية جدا. شوف هنا الاسيست بتاع عمر، يعني يستفيد فقط، صناعة بامتياز، يعني هذا اخترناه من اجمل الاهداف، لانه في صناعة حكمت عليك انك تختاره من جملة احسن الاهداف، يعني ممكن جماليته كلها في صناعة الهدف، في الهدف هذا. صحيح. يعني هذا ما معنى الاذواق، بس هدف جميل في الاخير. جيان على فكرة في تقييمنا لجيان سجل أكثر من هدف ثلاثية وثنائية وثنائية في يعني هذو 8 أهداف أو 7 أهداف سجلهم في 3 مباريات، اللي هي فاز فيها العين بالخمسة، 5-2 5-2 5-2، كانت مباراة نسبيا سهلة، دبي، الشعب، الإمارات. صحيح. سجل 15 هدف العين، 7 منهم سجلهم جيان. أكيد وبامتياز. لا التميز ما يمنع حد شيء، رغم ان عندنا قناعه نفس الشيء انه اللاعب عنده اكثر، نزل على مستوى الموسم اللي طاف، ولكن يبقى دائما جيان مؤثر ومهم جدا. انتقاله لعب الفتره الحساسه مع المنتخب اثر عليه شويه، انه مشى لغانا، مشى لمصر، لعب بالمباراه الفاصله في كاس العالم، ولكن بيروح العين موجود دائما مع الفريق، يلعب بروح كبيره لفايده فريقه، لاعب جماعي يستفيد منه الفريق وهو يفيد الفريق في الاخير. طيب تحدثت ان جيان هداف 16 هدف رغم انه ليس في افضل حالته، ايضا عمر تحدثت عنه، ونشاهد كثير من اهداف جيان اللي سجلها بصناعه عمر.